السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. اليوم راح نعطيكم الغسات تاع واحد السردين اللي هاد الغسات منسية شوية. با وشنو هاد الغسات؟ هي السردين الاسكابيش. دونك هاد السردين هادي كي يكون عندنا فائض تاع السردين ولا نقدروا نبريباريوه هكذايا، نشرو سردين ونبريباريوه باش نديرو هاد لاغوسيت. لواش لازمنا؟ لازمنا درسة اللي كنا نكونو بريباريناها بالثوم وشوية في ملح وشوية في الكحل ونديروها مع السردين هاداك. كيما راكم تشوفوا هنايا راني نحط في الدرسة هاديك اللي درستها كامل. دونك انا كيما قلت لكم اليوم كانت لي اوكازيون باش شريت اون كونتيتي تاع السردين كان شويه رخيص وبريباريت فيه 3 ريسيت. لا بروميير ريسيت يعني درت صنفته شغل درت له ترياج، نحيت هذاك الصغير كامل والوسطاني والكبير. هنا واش راني ندير؟ راني ندير في واحد الهريسه، عجبتني هاد الهريسه هادي مخدومه غير بالفلفل الدريس، يعني الفلفل هذاك اليابس والشايح يعني اليابس ورحاوه ومخلطه بهاد لابينيس تون فينيغريت ولا جو سي با تون صوص هايله. وزدت لها شويه كمون دوكا هنايا راني خلطتها ونخليها تماسيري شويه مع لي زيبيس هذوك. ومن بعد دوكا كي راني خليتها واحد ان كار دوغ 10 مينوت راني عاود جبتها، جبت لي سردين هذوك وراني نحي لهم هنا في لي زارتيغ تاعهم. فوالا كيفاش راني ندير، راح ندير دي زيطاج باسكو علاش هاد لا سردين جايه موين شويه، دونك نقدر نديرهم هكا دي زيطاج باسكو كل واحد كيفاش يحب يدير. الوغ هنا راني بريباريتهم كامل، شوفوا كيفاش حال جاتني كونتيتي ان غوند كونتيتي. دونك انا هنا واش راح ندير؟ قلت لكم كيما قلت لكم تقدروا تخلوهم هكذاك حبات وتحوا لهم باك لي زارتيغ هذوك الشوك هذاك على داخل، وتقدروا ديروهم بهالطريقه. دونك ولا كان عندكم هذاك الحوت الكبير خلوه نحوا له باك الشوك هكذاك وخلوه هكذاك، نحوا له باك هذوك الحراشيف وكامل. من بعد انا دوكا واش راح ندير؟ راح نقليهم عادي كيما نقلو السردين في السميد وشويه فارينا. هاوليك هنا كيفاش قليتهم. فوالا شوفوا كيفاش خرجوا بيان دوغي. الله الله انا درت دي غون زيطاج يعني درتهم شابين يكونوا كاملات كاملين هذوك الحبات. دونك هنا كاسكو جو في فيغ، نحطهم دو كوتي باش نبريباري هذيك لاصوص تاعهم. فوالا شوفوا جو الله الله بنان واحد البنه ما شاء الله. دونك هنا كاسكو جو في بريباري، راح نبريباري اون صوص لا صوص اليسكاباش وهي اللي تتكون من سيتون مارينات يخدموها بالزيت والخل. فوالا هذا هو الاساس تاع هاد لا صوص. هي دو بريفيرونس نديرو زيت الزيتون، لي ما عندهمش زيت الزيتون يدير زيت نورمال. هنا راني درت كاس ماء، كاس زيت الزيتون كيما قلت لكم تقدروا ديروا مواتي مواتي، وكاس كبير تاع لاتاي تاع خل يعني لو فينيغر. فوالا هنايا راني هنايا كي قصت في الكاس تاع الزيت جاتني نص كاس. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté le poivre noir avec le sel. Là, le ملح ما يلزمش ديرو une grande quantité. لازم تنقصوا شوية parce que déjà la sardine فيها الملح وقليناها بالملح. يعني درت زوج وريقات تاع رمد وشوية تاع الزعتر. وهنايا راني درت زوج حبات تاع الثوم، زوج ريسان بلوتو تاع الثوم، واحدة خليتها هكذاك باش مقشرة واحدة قشرتها. هي دو بريفيرونس ما تقشروهمش برك، انا فت قشرت الاولانية هذيك الوغ حطيتها هكذاك سي جوست باش تطلق البنة. واش زدت لها؟ زدت لها اون غروند كويير بيان بلان تاع البابريكا يعني فلفل عكري. هذه هي لاصوص اليسكابيش، يعني ليسكابيش سي اون صوص qui se prépare avec du vinaigre et de l'huile et bien sûr la paprika.
دونك هنا راني درتهم كامل هاد لي زانغريديون، خلطتهم هنا كامل. دوك نحطهم فوق النار يطيبوا حتى يطيب هذاك الثوم. فوالا هنايا راني درته فوق النار يطيب هكذاك، يطيب ابتي فو. كي تشوفوا الثومه هذيك هي بدات ولات طريه، واش نديرو؟ نبداو نحطو لي سارتين هذوك. فوالا نحطوهم نستفوهم كامل فوق لاصوص هذيك ويطيبوا بالعقل بالعقل، ونخلوهم 5 مينوت سوغ ان فو دو، يعني النار هاديه، نخلوهم 5 دقائق باسكو لا ساردين طايبه ديجا. من بعد كي نخلوهم 5 دقائق حتى يبردوا نبداو نخدموهم. فوالا شوفوا كيفاش هنايا هذيك لاصوص هي دارت الوجه. بيان سور انا كاسكو جي في، حكمت هذوك لي سارتين ستفتهم كامل في لابواط تاع هذيك، ومن بعد زدت كي ستفتهم حطيت فوقهم هذيك لاصوص بيان. ومن بعد واش نديرو؟ لازم نخلوهم 2 جوغ جوسكا 3 جوغ يبردوا في الفريجيدار، ولا نحطوهم في دون اندرو فري باش نبداو ناكلوهم. كما نعرفوا ناس بكري هاد لاصوص هادي تاع بكري، دونك كاين بزاف الناس اللي ما يديروهاش ومي بريباريوهاش. دونك هادو كاش شكون كان يديروها بزاف الحواتين، باسكو علاش؟ كيكون عندهم ان ميكسي دو سارتين يخدموا هاد لو كونسيرف هذا، ويبداو يجبدوا بشويه بشويه فوق الطابله في الميدة تاعهم، يعني كل ميدة لازم يحطوا فيها شويه من هاد لاصوص. دونك علاش؟ وكالتالي كيكون عندهم ما يقدروش يخرجوا باش يصيدوا، يكون عندهم النصيب تاع السردين هذا مصبر في الدار. هذيك هنا لا غوسيت بيان سور بيان بريباري. هنايا راني جبت شويه منها ابري 3 جوغ. شوفوا بيان كيفاش جات. هذاك اللي دامني جا من الفوق سي دو لوي دوليف، اللي مونشابل دونك اون بو لو مونجي، سي با موش غير صحي. دونك هنايا فوالا شوفوا كيفاش خرجت لا غوسيت، خرجت ما شاء الله. واش نقول لكم على الاخر؟ بون ابيتي وشهية طيبة. إلى وصفة واحدة أخرى إن شاء الله. إلى الملتقى.